مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا نهار اليوم راح يحبوها الصغار والكبار، واللي هي الكوكا، لكن على طريقة الخاصة مع أسرار نجاح لجين السحرية. والحشوة راح تكون اقتصادية. المقادير راح نحتاجها، راح نبدأ نخدم في نفس الوقت. راح نمد لكم المقادير. لهنا عندي 430 غرام فارينة، راح نضيف لها ملعقة تاع خميرة مع نصف ملعقة سكر. كي تعود الدنيا شتاء تزيدوا الخميرة، وكي تكون الدنيا صيف ما نكثروش. راح ندير 4 ملاعق تاع زيت تكونوا ملاية. نضيفوا الملح على جنب. لهنا راهي عندي ملعقة تاع ملح. نخلط المكونات مليح ونبدأ نعجن بها بالحليب. اللي ما عندهاش الحليب تقدر تدير الغبرة تاع الحليب، تدير ملعقة ونصف، وتعجن بالماء يكون دافي ما يكونش المسخون. ونبدأ ننفاها تدريجيا حتى نتحصل على عجينة طرية. هاهي درك راني كملت درتها، شوفوا القوام تاعها راهي تكون طريه. هذه العجينه تجيكم هايله، نقدروا نديرها في كل المعجنات والفطائر. درك راح نغطيها ونخليها تخمر. الحشوه كيما قلت لكم اقتصاديه. هنا عندي حبه كبيره تاع بصل قصيتها على شكل مربعات. انا راح نحبها حاره الكوكا، خاطرش ما عندناش الاولاد اللي يشتوا ما يحبوش الحار. استعملت هذا الحار الصغير ويكون حار بزاف، على وقصيته على شكل مربعات. حبة طماطم صغيرة نحيت لها لابو وقصيتها مربعات. لهنا عندي زدر كامل تاع الدجاج، حكمت طيبته في الماء والملح. لهنا هذه اللمسة راهي اختيارية، تحبوا تظل لكم طرف تاع الدجاج من الغداء ولا دجاج محمر تقدروا تستعملوه. البكا راح نفتو، مانيش راح نخليه هكذا. ولا تقدروا تعوضوا الدجاج بالفيونداشي، انتي واش كاين عندك في الدار. درك راح نحط البصله والفلفل يتقلاو في المقلاة مع زوج ملاعق تاع زيت. انا هنا راني بديت نذبل في البصله والفلفل، درت ليهم زوج ملاعق بركه تاع زيت ونخليها حتى تذبل شوي. لهنا راهي ذبلت البصله والفلفل. فيما يخص الفلفل، كان عندكم حتى فلفل الاحمر والبرتقالي تقدروا ديروه. انا اليوم راهو ما عنديش الفلفل الاحمر على هكذا ما درتش فيها. نضيف الطماطم. لهنا راني درت حبه صغيره بركه، خاطرش لازم تكون ناشفه من لاصوص، ما تكونش فيها طماطم ياسر باه ما تجيناش باه كتبلينا العجينه وتفزد لنا. نزيدو فلفل اسود. والكميه اللي درتها في العجينه ولا فيما يخص الحشوه راهي قدر بلا بركه تاع الفول. كي تحبي تضاعفي الكميه كيما حبيتي حسب افراد العائله. نضيف عليه زدر الدجاج اللي قلت لكم راني فتتو، ونخلط الخليط كامل. شوفوا كيفاه راهو ضعف الكميه. درك راح نغطيه ونخليه على نار هاديه يطيب، ونخليه يشرب من الماء كامل خاطرش العجينه تاعنا. شوفوا لهنا لازم يكون خليط ما كانش فيه الماء باش ما تبلش العجينه وتبزت. الخليط تاعنا راهو طاب، والحشوه هاهو لازم تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء. وهذه الحشوه تقدروا حتى ديروا فلفل وطماطم وبصل البركه. هذه اللمسه تاع الدجاج راهي اختياريه من عندي. درك لازم نخلوه يبرد تماما باش نقدروا نحشو به. انا البلان راح ندير فيه هذا هو، دهنته بالزيت ورشيته بالفرينه. العجينه راهي خمرت، شوفوا كيفاش. درك راح نقسمها الى قسمين هكذا ونحكم ونحلوها على شكل مستطيل. انا حليت الكره الاولى وحطيتها مباشره في البلان. ونجيب الخليط لازم يكون بارد، نبدا نوزع فيه. هنا نستعمل ايدي خير باش نتحكم. لازم كي نوزعوا الحشوه ما نوصلوهاش للحواف، نخلو الحواف كي من هكذا. هذه اللمسه اختياريه. انا نحب الفرماج على هكذا راح ندير الفرماج. اللي ما عنده فرماج اي نوعيه تفضلها، انا هنا راح نستعمل غريير. وتقدروا حتى ديروا تاع المثلثات ولا تاع الميزان كيما حبيتوا، وتقدروا تستغناو اصلا عليهم ما ديروش. درك نجيب الطبقه الثانيه تاع العجينه ونحاول نسواها على قد البلا. هذا الزيت تاع البلا نجيب الجراره ونحي الزوائد تاع العجين، ونبدا نضغط بالايد حتى تلصق ونلصق العجينه على بعضها. لازم نضمن مليح انها لصقت العجينه على بعضها باه البديكه ما تتحلش لينا في الفور. نجيب السكين ونبدا نحاول نقسم كي من هكذا، بصح ما ندخلش السكين للداخل، نديرو خطوط. لهنا راني مضربه بيضه، رشيت لها شويه ملح بركه، ما ضفت لها ولا اي اضافه. ونبدا ندهن بالبينسو. اللي تحب تضيف النسكافيه ولا الحليب البيض تقدر تستعمل. انا هنا راح ندير بيضه كامله. نجيبو الزيتون، نبداو نحطو حبه الزيتون في الوسط. تقدروا تعوضوا الزيتون بالجنجلان ولا زريره كيما حبيتو. درك ضروري انه نخلوها تخمر
قبل ما نحطوها تطيب لازم حتى نشوفوها ضعف الحجم تاعها ونحطوها تطيب في الفور، ولازم الفور يكون مسخن من قبل حتى نتحصلوا على اللون الذهبي. الكوكا طابت، شوفوا اللون، لازم نتحصلوا على هذا اللون. نقسموها الان، شوفوا شكل الكوكا كيف جا شكلها هايل. هذا هو شكل الحبة، شوفوا حتى العجينة تاعها راهي خفيفة. جربوا الوصفة وقولوا لي رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش بارطاجيوها مع لي زامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كل فيديو جديد نهبطوا تشوفوه. نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله.